بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خوتنا الحباب، خوكم اسماعيل، كل ما يجي بالجديد هاو يدير لكم فيديو في الشباب. ربي يبارك ما شاء الله ما شاء الله، ربي يبارك ما شاء الله. هكذا خوتنا الحباب، خوكم اسماعيل دايما يدي يعني لحاجة شابة. ربي يبارك ما شاء الله. خوتنا الحباب هكذا شوفوا يعني جبنها بالتسأل، جبنا سكرفاتي يعني في الماجور ما شاء الله أفروخة. ربي يبارك هاي السلعة يعني ما شاء الله، ربي يبارك يعني سلعة أفروخة ما الله يبارك. وكينا في مالا فصاتيني فاسياتو، هاي كرها في مالا فاسياتو فصاتيني باق دوني البندوق، يعني حاجة ما شاء الله ربي يبارك يعني. هكذا خوتنا الحباب شوفوا السلعة الله يبارك ما شاء الله. هكذا يعني راح نجبدوكم نوريكم السلعة اللي كاينة، راح نوريكم هكذا خوتنا، راح نوريكم تلك. ربي يبارك ما شاء الله خوتنا الحباب، شوفوا ربي يبارك فيكم لي زون في 8 ما شاء الله. ربي يبارك ربي يبارك ما شاء الله. لي فيون يعني تحركت هذا خاتم، شوف الله مبارك الله مبارك يا لي زون ما شاء الله. شوف يعني سلعة ربي يبارك، لي زون في 8 ما شاء الله. عندهم اشهر روما هكذا خاتم أديت لكم، شوفوا ربي يبارك يعني مال يعني ما شاء الله. خاتم الأحباب شوفوا ربي يبارك يعني مال ترسم ما ترسم، شوفوا ربي يبارك مال تذكوري قرجة كاع مفتوحة ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا خاتم كاع مفتوحة راح تحصلكم ربي يبارك وفي حتى شوية كوندي ولي زونك في 8 ما شاء الله ما شاء الله. راح نطلب انفيديو انفيديو كوندي يعني خاصياتو بالكوندي كلش ما شاء الله. يعني هذا كان خاصياتو ربي يبارك ما شاء الله ما شاء الله. بالقولي كل شيء ما شاء الله ربي يبارك ما شاء الله. يعني كل خاتم الأحباب نفسكم نفسكم معي ما شاء الله. هذا خاتم الأحباب نفسكم هذا هذا القول يعني ما شاء الله. أحسن يا طوب هذا الجد مرضان ما شاء الله بالقول يعني على رأسه ما شاء الله. زي زنقول لكم زي أطفال زي شوفوا ساتيني ربي يبارك ما شاء الله. شوفوا ساتيني ما شاء الله ما شاء الله. هكذا خاتنا هذه السلعة الجيدة راح نصوركم الإيضابان عندنا كوبلة واجدة خاتنا. شوفوا ربي يبارك هذه الكمامة وهذا المال دوبلي روز بالكرافاطة كلش بالروز ما شاء الله. هذه كوبلة هذه كمامة يعني كانت تخدم هذه الكمامة ما شاء الله. هذه الكمامة كانت تدور في العشق يعني سلعة راح واجدة يحب يروح يديها مباشرة يروح يخدم فيها ما شاء الله. وعندنا مال هذا في إضافة ثاني أو واجد وشعورها مفرطة شوية عندها راس وبرك هذا مكان يعني سلعة ما شاء الله. خوتنا الأحباب هاكو شفتوا هذه السلعة ما شاء الله. خوتنا الأحباب اجدوا نروح لكم الخاصية الخاصية
هاي السلعة، هذا عنده زبدة ما شاء الله، كاين جلد، كاين مال، كاين حيوانات، ربي يبارك ما شاء الله. خاص يعطوك الكلمة ما شاء الله بالكولي، أدليزون كلش ربي يبارك ما شاء الله. عندنا هذا الجمالات كانوا في السجن، ربي يبارك ما شاء الله، يخدموا في السجن، يعني كاين اللي راه مدخلين تسقط ما شاء الله. هكذا خاوتنا الحباب، وشنو السومة ما شاء الله، هذو راح نقولكم بيهم السومة شابة شابة بزاف، يعني كانوا يخدموا كل حاجة، يعني ما شاء الله. هكذا خاوتنا الحباب، نروح لكم شوف الفيره المقنينها تاع كازا، ربي يبارك مباينها ما شاء الله، قاعد طالعين باليد، ربي يبارك لي مال منا حاجه شابه، ربي يبارك ما شاء الله. هذا خاوتنا الحباب نزيدوكم، يعني ربي يبارك ما شاء الله. هذا الفيره عندنا امك مقارنة هذو، ربي يبارك تاع كازا ما شاء الله، ربي يبارك. ما شاء الله عندنا الفيره المقنين، ربي يبارك هذو مازالهم، رانا نوكل فيهم بيدينا ما شاء الله. عندنا دين دين فراشين، ربي يبارك تاع المقنين، شوفوا يعني ميميلي، ربي يبارك ما شاء الله. هاني جبت لكم واحد فيهم، شوفوا ربي يبارك يجي في الفراشين ما شاء الله. هذا تاع المقنين كلش رانا نزلوا هكذا خاوتنا، خاوتي ثاني كاين هكذايا، ربي يبارك الفراشي ثاني، يعني ما شاء الله. هكذا خاوتنا الفراشي ما شاء الله، جميلي الفراشي، الفرقة المقنينة هاذي جميلي هاذي تاع المقنين، ربي يبارك هاذي جميلي تاع المقنين ما شاء الله. هكذا خاوتنا الحبابنا مثلا الفرقة الدوار ما شاء الله، خاوتنا الحباب هذا هو منا، وكاين هذا ميلي ربي يبارك هم جاتني وحده ما شاء الله، ميلي تاع الطارة وميلي تاع المقنين، هذا ميلي تاع المقنين، وفي مالا وفي مالا تصافي لي في الرقامة هذا، وكاين هذا ميلي بالجون رايح ما شاء الله، وهذا ميلي تاع الطارة، وعندنا في مالا تاع الطارة، في مالا تاع الطارة في عمرها واحد الشهرين. هاي بكرها بعد 2024، يعني ما شاء الله خاوتنا الحباب، هذا خاوتنا العلي كوبل، هذي اللي راهم مواتي صورناهم الكل، هاي جاية قبيلة ما شاء الله. زيد عندنا الفيديو هذا، هذا تشوفك عنده 14 هبات، يعني ما شاء الله عنده يعني ماشي ما تخففش كاع مليح، ولكن عنده في الدخلة تاعو عنده في التيواواتي ما شاء الله، ربي يبارك ما شاء الله، يعني راح تشوف مليحة ثاني اللي طالب عليه جلسة قديمة ما شاء الله. خاوتنا الحباب هذه هي السلعة اللي جبناها، ربي يبارك ما شاء الله، اللهم بارك لنا وجد يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عاودنا كوبلا، ربي يبارك ما شاء الله، مقنين وشو راه واجد، ربي يبارك ها اتمتع شوية بالشو، يعني مقنين شو عالي ربي يبارك، في مالا راح واجدة تاعو راح تبوزي مباشرة، تبوزي الله يبارك ما شاء الله. راح ندير لكم هكذا يعني الشو، يعني باش تسمعوا شويه، ربي يبارك فيه شو عالي، ودوك راح نزيدو نصوروا لكم لحظه نحطوه قدام الكوبله باش تشوفوا، بربي ان شاء الله بربي ان شاء الله راح نصوروا لكم، بربي ان شاء الله تفوزي ما شاء الله. هذا قوتنا هذا، يعني انا درنا لكم الشو، ويعني واللي يحب تيجي راح نزيد نصوروا له شو، ها شوفوا ربي يبارك ما شاء الله.
راح نحط لكم الكوبلة مباشرة. شوفوا بربي إن شاء الله، بربي إن شاء الله راح أوصلكم بإذن الله هذه الكلمة. لا يعني ربي يبارك السكتور السكتور خلي يصور هاي الفيلا لا الله وزيارة في بكر الحرب فيما تشوف في هذا اللعب وراي وسيلة تتسكى مايكو بلا يعني يا ربي بار المار المار ستكون يبرك وي دور دور يعني ربي دار بكر غيشة يعني رايح نصور وهاي ديك الفيلا لو وجد حبة ثانية يا ربي بار يعني راه كاع يلعب بكر في شكل ما شاء الله هاي جات هاي راح يعني كفلة ما شاء الله ما شاء الله ربي يبارك دوك تشوفوا يعني كي يبدا يرفد الخيشة المال دوك نديرو كفلة كفلة ربي يبارك ربي كفلة هو المال هذا ربي يبارك ويحرك البيت لا يسيل تتت ما شاء الله يعني كفل الله غير فرقي ما ربي يبارك ما شاء الله اي 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 عرن كل انا نقول لكم اني صور روحوا روحوا للدار تاعكم هيا تاعكم كي نعيط لكم ارواح كوكلا خاوتنا يعني اللي طاب عليه مال شو قوة هذا هو اللي يشوفوا الكوكلا يا ما شاء الله كوبلة لون وجدت ما شاء الله المقلين والله عرب شو ربي بارك ما شاء الله
الحمار هذا يحب يخدم شفره أو لابد الكيسة فيكم ما شاء الله يجيب العيش أو تلقها يتقدم لك شغل يخدمها يعني هذا اللي يجي هيجي يجي يروح يخدم شوفوا الشغل اللي بعد كله يعني خاطنا الشباب انا صورنا لكم هنايا يعني اللي حاب يجي لهنايا ويسمع يعني من ناحية تاع الشو كلش يعني ربي يبارك ما شاء الله شوف 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 هاي الشوك باي وشوف هاي تلاقيه يجيبها عليها اسمع اسمع كيف راه يوسف في مالها هو في العش لا يحررها باش تخدم في مالا شغل ما يجيش روح حتى مع الطريق هذه بلاصة لازم تجي لها بلاصة تعكل وتخليها تخليها من يخدم الله هكذا خوفنا المهم هذا هو الاخر وش نقول لكم يعني انتظرونا روك في الفيديو تاع الاخر تاع عندنا في الطفرة في كلش ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله